كروني حتى يخرج الجامبير الراسية جول كالتاكوي كامبي جول لمنتخب الكامرون فيوزع وكامبي يفتح مجال التسجيل لصالح منتخب الكامرون في الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة الشوط الثاني 10 أهداف الكامرون في نهاية المطاف جاء الهدف لم يكن بإمكان الجامبيين أن يصمدوا أكثر مما صمدوا لحد الآن وجاء الجول وجاء الهدف الأول من كارل توكو إيكامبي في مباراة الخامسة رحلة دامت 3 أشهر من غامبيا جول كامبي يسجل الهدف الثاني للكامرون في غفلة من دفاع غامبيا جاء الجول هدفا مقابل صفر صارت النتيجة يا سلام لعبة مباغتة ومفاجئة من هنالك على الجهة اليسرى التوغل من أونغلا كامبي في القائمة الثاني يسجل الهدف الثاني للكامرون في وقت كان المنتخب الغامبي منشغل بالتغييرات الثانية.